بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن فضل كبير وعظيم في تبليغ الدين وفي نشر السنة المطهرة، على رأسهن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وعشنا معها الحلقات الماضية ودورها العظيم في رواية الحديث وفي تعليم المسلمين على مدار أجيال عديدة متتالية منذ زمن النبوة إلى ما بعد ذلك. ثم تليها في المرتبة، في مرتبة الرواية والتعليم، أمنا السيدة أم سلمة. أم سلمة زوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستنا أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشية المخزومية. أبو أم ستنا سلمة هو أحد أبناء قريش المعدودين. ليه؟ لأنه كان رجل مشهور بالجود وبالكرم الشديدين، فكان من شدة كرمه ليه لقب كده بينادوه بيه، بيدعى بزاد الراكب، لأنه إذا كان يعني إذا سافر في أي سفرة وخرج معه مجموعة من الناس لم يتخذوا لأنفسهم زادا معه ولم يوقدوا نارا. يعني المسافر في هذا الزمان بياخد كل المؤون بقى بتاعته من طعام وشراب، بيمضوا طريقهم ده رحلتهم دي في صحراء قاحلة، وبيسافر معاه مجموعة من الرفقاء، إذا سافروا معه لم يوقدوا نارا، بمعنى إن هو بيكفيهم ويغنيهم، يعني بيتكفل بطعامهم وشرابهم. لذلك سمي والد السيدة أم سلمة بزاد الراكب لشدة كرمه. ستنا أم سلمة قبل أن تتزوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت متزوجة بأبي سلمة المخزومي الصحابي الذي يلقب بذو الهجرتين. سيدنا أبو سلمة هو يبقى ابن عمة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عمة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام برة بنت عبد المطلب. يبقى أبو سلمة جوز أم سلمة اللي كان متزوج منها قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يبقى هو كان ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمته. ومش كده وبس، وكان كمان أخو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، فثويبة هذه المرأة اسمها ثويبة مولاة أبي لهب، كانت بتشتغل عند أبي لهب، هي أم سيدنا رسول، يعني هي أم سيدنا رسول الله وأم كذلك أبو سلمة بالرضاع. وكانت كذلك ستنا أم سلمة وزوجها أبو سلمة من السابقين الأولين، يعني هجروا مع العشرة الأولين اللي راحوا الحبشة، لأن كان في هجرة، خط هجرة الأول للحبشة وبعد كده جاءت الهجرة الكبرى إلى المدينة المنورة، فكانوا من السابقين إلى ذلك بأن هاجروا إلى الحبشة حيث ولد هناك ابنهما سلمة. عشان كده هو بيلقب، هي بتلقب بأم سلمة وزوجها بيلقب بأبو سلمة، وهي اسمها أصلا هند. بعدين هاجر إلى المدينة بعد قدومهما مكة بعد بيعة العقبة الثانية، فكانت ستنا أم سلمة رضي الله عنها بهذا أول امرأة دخلت المدينة، كانت أول امرأة دخلت المدينة، وفي المدينة عكفت رضي الله تعالى عنها على تربية صغارها، وعكف زوجها كذلك على الجهاد في سبيل الله تعالى، لأنه رضي الله عنه شهد بدرا وأحدا وأبلى فيها بلاء عظيما حسنا مشهودا له بذلك، ورمي في عضده، منطقة العضد رمي وانتكأ الجرح بتاعه، ولما انتكأ الجرح يعني ما طبش الجرح ورجع تاني عاد انه الجرح لم يطيب، فظل بهذا الجرح الذي لم يطب حتى مات سنة 4 للهجرة. والحقيقة كان من دعاء أبو سلمة انه كان دايما يقول اللهم اخلفني في أهلي بخير، اللهم اخلفني في أهلي بخير، فأخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجته ستنا أم سلمة، وبعد كده صارت أم المؤمنين، لأنه بعد ما هو مات وهو كان كثير الدعاء بهذا الدعاء، فلما مات وتزوجها بعد ذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخلف الله تعالى على أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخلفه كذلك على بنيه سلمة وعمر وزينب، فصاروا أولاد أبو سلمة بعد أن مات أبو سلمة ربائب في حجر النبي أو في حجره المبارك صلى الله عليه وسلم، وده كان سنة 4 للهجرة. وكانت أم سلمة رضي الله عنهما آخر من مات من أمهات المؤمنين، هي رضي الله عنها عمرت، يعني عمرها كان طويل حتى يعني بلغها قتل الحسين، يعني شوفوا هي وصلت لغاية إيه رضي الله تعالى عنه وعن آل بيت النبي الأطهار الكرام. وهي بعد قتل سيدنا الحسين، هو بلغها قتل سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، لم تلبس بعد هذا الخبر إلا يسيرة، وانتقلت إلى الله تعالى سنة حوالي 62 هجرية، يعني هي عاشت حوالي 90 سنة، فبالتالي كانت من أطول أمهات المؤمنين عمرا. وكانت أمنا السيدة أم سلمة بتحتل المرتبة الثانية في الرواية، رواية الحديث بتحتل المرتبة الثانية بعد أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فتصدرت الرواية والفتية، يعني كانت بتروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان بتقوم بالعملية الإفتائية، وجمعت هذه المرويات اللي هي روتها عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بين الأحكام، وبعضها كان في التفسير والبعض الآخر كان في الآداب وفي الأدعية والفتن وغيرها من الموضوعات، وإن كان أكثر مروياتها في الأحكام بأبوابها المختلفة، أكثر مرويات ستنا أم سلمة زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كانت في الأحكام
في مختلف أنواع الأحكام، تجد لها مرويات في أبواب الأحكام على اختلافها، وبتغلب على صفة المرويات بتاعتها الصفة العملية، يعني اللي بتوصف الأحوال والسنة العملية والفعلية. وبتدل كثرة روايات ستنا أم سلمة على حفظها وحرصها أنها تحفظ، واهتمامها بما يصدر عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه نقل عن ستنا أم سلمة كثير من الرجال والنساء من الصحابة، طبقة الصحابة وطبقة التابعين، ومن مختلف الأمصار، ومن من نقل عنها بنتها زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما. وجود أم المؤمنين أم سلمة وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهما خاصة بين يعني الصحابة، وتأخر تاريخ وفاتهما رضي الله تعالى عنهما، تأخر وفاتهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ده كان من العوامل المهمة اللي جعلت كتير من الناس بيروحوا لهم ويقصدونهما عشان يسألوهم في الروايات إن صحت أو لم تصح النبي عليه الصلاة والسلام، في تلقي الرواية عنهن رضي الله عنهن، وكذلك في الفتية. وبعد وفاة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني تربعت ستنا أم سلمة رضي الله عنها على الرواية، باب الرواية، كانت بتروي كتير جدا. يعني السيدة عائشة هي تصدرت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعليهن الرضوان، تصدرت باب الرواية والفتية والتفسير، وكانت بحرا عظيما في العلم رضي الله تعالى عنها. بتيجي وراها في المرتبة الثانية ستنا أم سلمة، والتي تصدرت ذلك بقوة بعد وفاة أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، لكون ستنا أم سلمة آخر من تبقى من أمهات المؤمنين. الأمر اللي جعل إنه مروياتها كتيرة جدا ومتنوعة جدا، جمعت زي ما قلنا بين الأحكام والتفسير والآداب والأدعية والفتن وغيرها من الموضوعات التي حملتها تلك المرويات. كما كانت تعد ستنا أم سلمة بتعد من فقهاء الصحابة ممن كان يفتي، يعني هي كانت زي ما ذكر ابن حزم حطها ضمن الدرجة الثانية، هو صنف كده، عمل بحث ابن حزم في الصحابة مين منهم اللي تصدر الفتية، وعمل هذا البحث على أساس تقييم يعني العمل الإفتائي، وصل إلى أقصى درجة أو منتصف ما بين الإكثار والقلة، فصنف الصحابة الكرام على هذا المنوال. دي كانت شيء رسالة مستقلة. فعد ابن حزم ستنا أم سلمة ضمن الدرجة الثانية التي تشمل متوسطي الفتوى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث قال ابن حزم: المتوسطون فيما روي عنهم من الفتوى عثمان وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وأم سلمة. فجمعت بذلك ستنا أم سلمة بين رواية الحديث الشريف وبين الإفتاء رضي الله تعالى عنها. وهكذا كان حفظ السنة المطهرة باعتبارها وحي يوحى، حفظها الله تعالى بعين الحفظ والرعاية، بأنه جعل لها نفوسا طاهرة من رجال ونساء طلاب للعلم. هؤلاء الرجال والنساء قاموا بهذه المهمة الشريفة، تلقوا هذا العلم الشريف ونقلوه لنا جيلا بعد جيل وفق منهج وضوابط لهذا المنهج، حتى وصلتنا السنة نقية كما أرادها الله تعالى. ولكن الذي لم ينشرح صدره لذلك، أو من لم ينشرح صدره لذلك، لم ير بعين البصر ولا البصيرة هذا الحق البين. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم.